السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات، كديرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنقدم معكم واحد الملاوي بالزيتون كحل وزيت الزيتون، كيجيو رائعين هاد الملاوي وسهلين في التحضير. تفضلوا معايا نقدم لكم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنقدم لكم هنايا جوز زليف ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وزلافه انا درت هنا دقيق القمح الكامل، تقدروا تعوضوا بدقيق الفينو اللي ما كيبغيش دقيق القمح، ماء دافي لجمع العجين، وعندي 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، عندي ملح بحسب الذوق، وعندي معلقه ديال السكر سنيده صغيره، هذه اختياريه لتحمر العجين فقط، تقدروا ما تستعملوهاش. عندي قبيصات الخميره ديال العجينه، عندي معلقه ديال الزبده، والحشوه عندي زيتون كحل مقطع رقيق. وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. ها هي الاخوات، من بعد ما درت المقادير ديالي في الاناء اللي غادي نعجن فيه في القصيه ديالي، نضفت كاع داك الشيء، غنخلي غير الزيتون كحل الحشوه وغنعجنها مزيان، ندلكها واحد قسمين ديال الدليك، واللي عنده العجانه يديرها، ومن بعد غنرجعوا لطريقه التحضير. ها هي الاخوات، من بعد ما عجنت العجين وصبحت ملصق بهذا الشكل، قسمتها على 4 الكويرات العجين ديالي كامل، هانتوما غادي تتبعوا معايا وتشوفوا. وهنايا الزبده وزيت مخلطين، زيت المائده للتوريق، وهنا عندي سميده رقيقه او الفينو ولا اللي متوفر عندكم، ونكمل معكم المراحل. هيا الاخوات، من بعد ما سرحت العجين ديالي في القصريه، سرحته مزيان، وكندير ليه الزبده والزيت اللي مخلطين مع بعضياتهم، ومن بعد كندردر الزيتون كحل، كنضيف الزيتون كحل بحال هكا على العجين ديالي كامل، مرق مزيان حتى العجين يولي شفاف بحال هكا، ومن بعد ندردر سميدة رقيقة، ومن بعد كنتني بحال هكا، كنزيد شويه نورقو بشويه الزبده والزيت، وندير عليه السميد، ومن بعد ثم كيف ما كتشوفوا معايا طريقه سهله وكيتحضر بسرعه، اي اخت مبتدئه كتقدر تصاوبو بسهوله، وكيخرج واحد الكميه اللي كثيره. وكنبدل اللوي فيها من الجنب ونورق بحال هكا، واللوي بهاد الشكل، حتى نكملها كامله. من بعد ما كنكملها كنخشي نشد هاد الجوانب، وكنخشي بحال هكا، كتولي عندي بحال هاد الشكل. من بعد ما كملنا انا كنشد واحد الموس ديال البيتزا وكنقطعهم بحال هكا، كنبدا نقطعهم، او موس عادي كتقطعو بهاد الطريقه بحال هكا كيف ما كتشوفوا.
هكا. وفي الحجم كتحكموا، في بغيتهم كبار كتعرضوا في الحجم، بغيتهم صغار كديرهم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. انتما الاخوات كيف ما كتشوفوا، غير كويره وحده خرجت لي ربعات 8 ديال الملاوي. انا درتهم صغار بحجم صغير وكيجيو زوينين وبسرعه كتديروا الملاوي. ومني تكونوا تورقوا ما تطرقوهمش بزاف، غير شويه باش يبقاو شويه مديرين، وكل ما الاخوات كيجيو محلولين وزوينين. وهما من بعد درتهم يطيبوا في مقلاه، ما كياخذوش الكلا وقت في الطياب ولا في وقت في التحضير لا حتى شي حاجه، وكيوجدوا بسرعه. ها هو من بعد ما كملت الملاوي ديالي كيجيو على هذا الشكل، كيجيو الاخوات طيقوني كيجيو لذاد وكيجيو زوينين بزاف، وكيحمروا لكم الوجه مع الضيوف ديالكم. تقدروا تقدموا الضيوف ديالكم، تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد، ديرهم في علبه او في بلاستيك غذائي، وكيجيو اكثر من رائعين. وبالصحه والراحه، وشكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.